السلام عليكم، معكم الطالب مصطفى درويش. اليوم رايح اشرح example 14 من chapter 13. السؤال يقول لنا determine RMS current، وعطانا السيركت هذه موجود فيها ال VRMS بخمسة فولت، الفريكونسي بعشرة كيلو هرتز، والاندكتر بمية ملي هنري. طبعا اول خطوة نسويها نطلع ال XO. الاكس او يساوي 2 باي ضرب الفريكونسي مضروبا في الاندكتر. ضربتم 2 باي ضرب 10 ضرب 10 اس 3 مضروبا في الاندكتر 100 ضرب 10 اس سالب 3. الجواب راح يطلع 6283 اوم. الحين نقدر نطلع الار ام اس كارنت. قانون الار ام اس كارنت يساوي الفي ار ام اس على الاكس او. ال VRMS بخمسة وال XL ب6283، نكتبهم في الحاسبة. 5 × 6283 راح يطلع عندنا الجواب 796 مايكرو أمبير تقريبا.